في حين أن معظم الانزعاج الشديد الأول يمر عادة في غضون 7 إلى 10 أيام بعد الولادة، فإن العديد من النساء يشعرون بالآثار المستمرة للولادة لأسابيع بعد الولادة، قد تجدين أنه من غير المريح الجلوس بعد الولادة المهبلية أو الانحناء بعد الولادة القيصرية. على سبيل المثال، إذا كنت قد قمت بالولادة عن طريق المهبل، سوف تتورم منطقة العجان والمستقيم بالكامل لبضعة أسابيع، مؤلما وحساسا لمدة طويلة، سواء من تمزق العجان أو بضع الفرج أو القسم. يمكنك أن تتوقعين أن يكون موقع أي غرز تقريبا، الحكة حول الغرز أو الندبة هي شائعة أيضا. قد تكون حركات الأمعاء غير مريحة لبضعة أسابيع، لذلك تأكدي من شرب الكثير من السوائل وزيادة الألياف في نظامك الغذائي حتى لا تضطرين إلى الإجهاد. وقد ترغبين أيضا في سؤال الطبيب عن استخدام ملين للبراز. من المحتمل أن يكون زوجك قد توقف عن العلاقة الحميمة حتى حوالي 6 أسابيع بعد الولادة، لكن بينما تنتظرين أن يبدأ الضوء الأخضر، حاولي أن تستغلي كل هذا الوقت وعضلات حوضك بشكل جيد. استأنفي تمارين كاجل لتنشيط الدورة الدموية وتسريع الشفاء واستعادة تناغم العضلات الجيد. بهذه الطريقة عندما تمارسين العلاقة مرة أخرى سوف تستمتعين بها أكثر، ولكن ربما ليس على الفور. الأهم من ذلك كله، استرخي وامنحي نفسك وقتا للشفاء. لن يحدث الشفاء التام بين عشية وضحاها، لكنه سوف يحدث في النهاية. قد تعانين من الإمساك بعد الولادة، وهناك بعض النصائح التي يمكنك أن تقومي بتجربتها للتخلص من إمساك بعد الولادة. تناولي الحبوب الغنية بالألياف، اختاري الحبوب الكاملة والخبز والأرز البني وأي شيء مصنوع من النخالة أو نخالة الشوفان أو بذور الكتان. اصنعي تمرا بالزبيب والتين والمشمش المجفف والخوخ. قومي بخلط الفاكهة المجففة بالمكسرات للحصول على دفعة جيدة من أوميجا 3 وبعض العضلات الإضافية التي تقاوم الإمساك. ضمي الفواكه والخضروات الطازجة المقرمشة، وقشري الأشياء الخشنة أكثر من خلال ترك القشرة عليها. قومي بطهي قدر من البقوليات مثل العدس أو الفاصوليا السوداء، وقومي بإضافتها إلى الحساء أو الصلصة أو السلطات. تجنبي الأطعمة المكررة مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض، واستخدمي الحبوب الكاملة بدلا من ذلك. اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميا، لا شيء يفتح مثل السوائل، لذلك تأكدي من حصولك على ما يكفي. تجد بعض النساء كوبا من الماء الساخن بنكهة الليمون المتحرك بشكل خاص، جربيه أول شيء في الصباح. يمكن أن تساعد عصائر الخضروات والفواكه أيضا، خصوصا عصير البرقوق. ضعي في اعتبارك تناول مكملات الألياف. إذا لم تنجح أي من الحيل المذكورة سابقا أو لم تعمل بشكل جيد، فاسألي الطبيب عن تناول بعض الألياف الإضافية، فيمكن أن تؤدي إضافة نخالة القمح أو سيليوم إلى تزويد نظامك الغذائي بالكمية التي يحتاج إليها. فقط لا تفرطي في تناولها، ولا تأخذي أطعمة الكالسيوم معها، لأنها يمكن أن تمنع امتصاص هذا المعدن الحيوي لبناء العظام.